صحيح وفرحانين الكل. تولى الفيكتور هذا تاع المغرب بيان سور ديما 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 نخمو بوزيتيف، حبينا نربحوا الماتش، عملنا دي بار بي ان شاء الله نقعدوا نشدوا ثنيه كيما هكا. الحمد لله الساعه 3 بوان كما كانوش بسير كنت المنتخب المغربي ان شاء الله نكملوا كيكا، ومازال مازال بكري معناها على الماتشوات، مازلنا زوج ماتشوات ان شاء الله ننتصروا ونترشحوا الدوري الثاني ان شاء الله. بلال علاش رخينا في الاخر بلال؟ سي نورمال رخينا خاطر ليكيبا كل هبطت القدام المنتخب المغربي كل واحنا واخرنا، سي نورمال باش نقبلوا برشا لاعب. لي زيماج هذوما ما يتعاودوش خالد. صحيح خدمنا خدمه كبيره عنا ترسمين، اليوم كنا رجال كنا يد واحده والحمد لله ربي معناتها ما خايبنيش ونجم نمركيو وكان نجم نمركيو اكثر من هدفين. ان شاء الله المباراه الجايه يكونوا خير من اليوم، ان شاء الله تحضر في فريشور تاع فيزيك، ان شاء الله ربي معنا. باش نقعدوا لابسين ان شاء الله باذن الله في كل فيكتوار نعملوها في كل ماتش نلبسوا هذايا ونبينوا للناس الكل رانا احنا ورا زياد وان شاء الله يا ربي ربي يفرج عليه ان شاء الله. الكره ما استحضرتش فيها زياد شويه اللي شاتها مجدي تراوي ورجعت قدام زهير. والله اش نقول لك، ظهر لي مش انا باش نتكلم على زياد ولا غيري، الناس الكل تعرف قيمه زياد، وهذا ظهر لي جست صغيره نعملوها في خاطره باللي نعملوا ديما شويه. حطينا في قلوبنا خرجنا الجرينتا اللي عندنا ولعبنا على المريول. بون ما دخلناش بحتى قدرة عرق، إن شاء الله نكملوا. تعرف المهم اللي هو مش 3 بوان، المهم نترشحوا للدورين بعده إن شاء الله. ملي دخلت تحب تشد الكرة وتحب تلعب وحدك، سي ايفولو معناها قصدها مع تحب تمركي وحدك. سي معناها سيستمي معناها دوما دخلت. اسمح لي باش ناخذ بوسة على الفيكتوار. معناها قال لي معناها الأولاد تعبوا شوية وشد شوية كرة لقدام، هذاك علي حبيت نرتح الأولاد. أما مش نورمال سخانة برشا معناها تخليك تدخل ما تنجمش تنفس. الحمد لله عاونوني شوية أصحابي، الحمد لله عاونتهم زاد أنا. صابر يظل الفيكتوار تنسي في الوجيعه كمان. صحيح واحد معناها الفيكتوار ينسي في كل شيء، معناها واحد الحمد لله يا ربي معناها وفقنا ربي، معناها ربحنا 3 بوان معناها كل شيء هون على خاطر معناها تونس وصاله معناها ان شاء الله ربي معايا وكذا وان شاء الله هذاك حد الباس هذاك وان شاء الله خفيفه وكذا. شنو اللي سبب هذا؟ ما نعرفش تحت على ركبتي تلويت ركبتي ما نعرفش غدوه نجي نشوف مع الطبيب وان شاء الله لاباس وكذا. مركيت انت ولا قربي صراحه؟ لا لا قربي ماركا ماركا قربي ماركيت انا ليسونسيال تونس هي اللي ماركات وهذاك اما قربي هو اللي ماركا. الناس الكل تحكي على المغرب مغمر، الناس الكل اللي نحن خير منهم سورتو لي بلون. الحمد لله معناها فيكتوار هذه مش تحل لنا تنيل برشا حاجات. تعرف كي تبدا معناها كي تعمل ونطام بها في الكان ان شاء الله بقدر ربي باش نشوف بعيد ان شاء الله. سيخ لاباس يا عولي؟ ان شاء الله ان شاء الله لاباس، تو نشوفه مع الطبيب تو ان شاء الله لاباس. انت وصابر اخويا كملوا لنا كوب دافريك صح ومن بعد يعمل ايش باش نعملوا كاو كونتاكت في الكوره لازمك كاو. لعبنا بالنار خويا التالي. والله لا مش لعبنا بالنار، زاد هما عندهم ملاعبيه كبار برشا معناها القدام ما ننساوش، نشوفوا شماخ، نشوفوا بلندا، نشوفوا يوسف حاجي معناها سامي كبار برشا وعندهم اكسبيريونس. بالطبيعه نحن في الديمينوت الاخرانيين وخرنا شويه خاطر تعبنا، تشوف الطقس معناها 27 سخانه في الليل وكانت بريسيون كبيره برشا، هما يحبوا يماركيو وخرنا شويه التالي، لكن ان شاء الله نصلحوا في الجي ماتش ان شاء الله. الماتش كامل هنا ايتي شويه دوميني سو لو بلونجو، لكن في الاخر قبلنا بوندوس نورمال بعد 90 دقيقه شويه فاتيك وطقس وتعب، لكن الحمد لله ربي سهل. ياسين القالي كاليبر نتاعو في ليكيب ناسيونال استرجع بلاصه ولا؟ انا قاعدين بشويه بشويه وربي سهل. اون في دو نوت ميو، نعاونوا الاولاد نعاونوا الجمعيه نعاونوا تونس وربي معنا وكاو. الحمد لله ذالي ربي وفقنا اليوم. شوف هيثم ذالي فماش حتى حد بخل بحد شيء، ذالي في المنتخب المغربي منتخب عنده فرديات قويين برشا يلعبوا على في فرق اوروبيه كبيره برشا. اليوم نحن عملنا على المجموعه، عملنا على الكوليكتيف، عملنا على القلب كما نقولوا بروح بلغة الكره اللي في رول اوفنسيف وديفنسيف، لقينا رجال لقينا معناتها ناس تدافع وتهاجم. ان شاء الله نكملوا هكا 3 بوان بوزيتيف ان شاء الله نكملوا هكا وان شاء الله زياد بقدره ربي يخرج لنا عاد نشوفوه لبرا ان شاء الله. صوري لي هذه بربي صوري لي. قالكم بالبولي اليوم داخلين بيه، قلت لكم راني داخلين بيه. بصراحه حتى حكينا مع الملاعبين الكل قالوا كل كره ينحيها بالبول يزيد يريحنا اكثر ويعطينا كونفيونس في الماتش. الحمد لله يظهر لي اليوم الكل عملنا مقابله كبيره كلمه حق. كنا عارفين المنتخب المغربي قوته كانت كبيره سور لي كوتي ومعناها في المهاجم تاعهم شماخ، كنا مركزين كوم يلفو، كنا عارفين باش نقبلوا برشا لعب تما دي مومون ديفيسيل لازم نتعاملوا معاهم. يظهر لي عندنا لاعبين ديكس عندهم الاكسبيريونس نجموا يرتحونا ونجموا يشدونا كوره. اون جينيرال قدمنا مقابله كبيره،
ثلاثة نقاط مهمين بالنسبة لنا احنا، لكن لازم نكون أكثر تركيز في المقابلة الجاية وأكثر معناها نجاعة في الهجوم إن شاء الله. Ce qui est plaisant c'est que depuis le début de la compétition on a déjà 13 buts. Donc ce qui montre c'est une bonne compétition où on marque des buts et c'est plaisant et c'est le spectacle. On partage la qualification alors. Inch'Allah. Inch'Allah, merci. عربي عندك تقيسة جبتها معاك ولا شنو؟ لا والله لا، مول الدار اللي كارينا في الجابون شايف في وسط غابة، البارح في الليل على ما كونسونتري على الماتش دارت بيا حيواناتي في الليل، عملت منها قلت 100% ما تكون كان 2-1، حبيت 2 شيء ما قلت خليه في الاخر هكا 87 حتى دخلت مركي المغرب ونمشي، اما طمن الشعب التونسي اللي النجرة مش نربوا معاه كرة، حتى برانا بالبوس مش نربحوها.